تقرر أن يرتدي الزمالك الزي الأسود بالكامل فيما هيرتدي فريق تونجة صاحب الأرض الزي الأبيض، التيشيرت الأبيض والشورتات الزرقاء، وهو الزي الرئيسي لفريق تونجة السنغالي. فين إن الزمالك اتعادل في المباراة الافتتاحية بالمجموعة أمام مولودية الجزائر بدون أهداف، وفريق تونجة قابل الترجي في تونس، وكاد تونجة أن يعمل مفاجأة أمام الترجي في تونس في الجولة الأولى بعد ما تقدم بهدف نظيف، ولكن الترجي قدر بلعبته ان هو يعود مره تانية للمباراه ويفوز بهدفين لهدف عشان يتصدر المجموعه. فبالتالي مخاطر المباراه دي بالنسبه لنادي الزمالك: نمره واحد، السفر لمده 24 ساعه مما هيؤثر على اللعيبه. نادي الزمالك طلع بطيارته يوم السبت، المفروض ان هو كان يصل يوم السبت مساء او الاحد صباحا، الطيارات اخرت لدرجه ان نادي الزمالك وصل ليوم الاحد الساعه 6 مساء، طبعا طائره خاصه، لكن فوجئ نادي الزمالك ان في مشكله في دخول الاجواء الموريتانيه، فنزل اضطراري في الجزائر. تدخلت طبعا السفاره المصريه في السنغال، وتدخلت وزاره الخارجيه ووزير الرياضه دكتور اشرف صبحي كمان، والطيران المدني اللي جاء عمل مشترك اتعمل ما بين كافه الجهات والمسؤوله، واتفقوا في الاخر على انه الطياره بعد اتفاق طبعا مع السلطات المالية ان الطيارة هتكون تصل السنغال من خلال الاجواء المالية حتى تصل للعاصمة السنغالية داكار. رحلة طويلة وشقة، نادي الزمالك اكيد تعرضت للارهاق، عشان كده بمجرد الوصول يوم الاحد مساء قرر بتشيكو ان هو يعمل فترة استرخاء شوية للعيبة وتدريب خفيف في الفندق الاقامة تجنبا للارهاق اللي ممكن يطول اللاعبين. نادي الزمالك حاول ان هو يأجل المباراة 24 ساعة، ولكن فريق تونس التمسك والاتحاد الافريقي رفض، قال انه الفريق وصل قبل المباراه ب 24 ساعه، وبالتالي دي مده كافيه يقدر اللاعب ان هو يحصل لهم استشفاء قبل خوض المباراه، وبالتالي الزمالك عليه انه يخوض المباراه دي قبل ما يعود ويقابل فريق دجله يوم 1 مارس في الدوري، ثم يطير مره ثانيه عشان يقابل الترجي التونسي في تونس في الجوله الثالثه من المجموعه الرابعه لدوري ابطال افريقيا. المصاعب اللي هتواجه الزمالك في مباراه تونس: نمره واحد، رحلة السفر الطويلة اللي تجاوزت أو وصلت لي 24 ساعة، غياب بعض اللاعبين زي الونش مثلا قلب الدفاع، رؤى اللي كان فيه مشكلة إدارية ليه ومسافرش برغم أنه لاعب مش أساسي بالنسبة لي باتشيكو، ولكن ممكن يكون ورقة بديلة لي. كذلك طبعا فكرة اللاعب برأس حربة لسه لحد الوقت صداع في رأس باتشيكو. سيف الجزيرة طبعا مش مقيد أفريقيا لنتيجة أنه لعب مع المقاولون في الكونفدرالية، فلما انضم النادي الزمالك طبعا ما كانش فيه إمكانية لقيده أفريقيا، فبالتالي لسه لحد الوقتي مروان حمدي ولا حميد أحداد زي ما بدأ في ماتش المولدية لسه، ولا أوباما يبدأ كرأس حربة صريح ويتخلى عنه في وسط الملعب، كل دي حاجات لسه صداع في رأس باتشيكو قبل مباراة. خلينا نتكلم على الطرف الثاني، ايه هي الحاجات اللي ممكن يعتمد عليها نادي الزمالك خلال المباراة دي. نمرة واحد، الفريق هو فريق حديث العهد، احنا بنتكلم في انه شارك في الكونفدرالية السنة اللي فاتت، وشارك للمرة الأولى في تاريخه وللمرة الأولى من 17 سنة بيشارك في دوري الأبطال، وبالتالي عامل الخبرة ممكن مش متوفر عند اللعيبة عكس لعيبة نادي الزمالك اللي عندها خبرات ووصلت ليه فاينل السنه اللي فاتت، فاذا عامل الخبره جدا مهم جدا يجب انه باتشيكو يعتمد عليه وينزل عناصر الخبره كلها اللي موجوده في المباراه. بالنسبه للاختيارات في الملعب، انا شايف انه حتى مع غياب سيف الجزيري وفي مشكله في مركز راس الحربه، ولكن ما اظنش ان هي هتكون العقبه الكبيره قصاد باتشيكو. هو محتاج في الاول ان هو يشوف مين في وسط الملعب، هل يبدا باثنين في وسط الملعب مثلا ساسي وامام عاشور جنب طارق حامد، وحد منهم يؤدي دور رقم 10 وأوباما يلعب فرود، والطرفين يبقى زيزو وبن شرقي، ويبقى عندي شيكابالا وراء رابحه. طبعا نسينا برضو نقول ان حازم امام غايب، ولكن اظن ان احمد عيد السنه اللي فاتت خد خبرات كويسه ويقدر انه في المباراه دي ان هو يكون مشارك بصفه اساسيه. عبد الغني ومحمود علاء اثنين لعيبه رجليهم في الملعب برضو من فتره، وحصل غيابات لمحمود علاء في فتره من فترات، دخل عبد الغني جنب الونش، والنهارده الونش بيغيب فمحمود علاء جنب عبد الغني. مركز الباك ليفت عبد الله جمعه واحمد فتوح، حارس المرمى طبعا ابو جبل، ومعاه جنش ومحمد عواد. اظن الزمالك عنده مدجج بالنجوم اللي يقدروا ان هم بخبراتهم يتجاوزوا تلك المباراه امام تونجة السنغالي. كل ما علينا ان احنا ندعي لعيبه الزمالك ان هم يكونوا في فورمتهم ويكونوا تجاوزوا مرحله الارهاق اللي مروا بيها قبل مواجهه تونجة السنغالي نتيجه رحله السفر الطويله، ولكن عندنا امل كبير جدا في لعيبه نادي الزمالك ان هم يعدوا المباراه الصعبه دي، لانه لا قدر الله خساره المباراه دي
وفي ستونجيت، والناحيه الثانيه لو الترجي عمل نتيجه ايجابيه بيبعد نادي الزمالك، وخاصه ان مواجهته جايه امام الترجي. فهي مباراه حجر عصر زي ما بنقول، او مفتاح الزمالك للتاهل وتجاوز دور المجموعات هتكون مباراه ستونجيت السنغال. على لعيبه الزمالك ان هم يكونوا قد المسؤوليه في مواجهه فريق حديث العهد بكره القدم، انشئ سنه او تم تغيير اسمه سنه 2011 لنادي ستونجيت السنغالي. هي بالمناسبه هي قريه متواجده بالقرب من العاصمه السنغاليه دكار بحوالي 25 كيلو. فهنتكلم في نادي حديث العهد بالكرة، يقدر نادي الزمالك من خلال العبور في تلك المباراة ان هو يقرب كمان من الوصول الى الدور التالي اللي هو دور الثمانية وعبور دور المجموعات. ونتمنى طبعا السنة دي يبقى زي السنة اللي فاتت، ونلاقي النهائي ما بين الاهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية والاكبر في الكرة الافريقية. كل الدعوات لنادي الزمالك، وهنتقابل في لايفات تانية هنتكلم فيها عن كل الجديد وكل ما يخص نادي الزمالك وكمان النادي الاهلي قبل مواجهته بكرة امام سيمبا اللي هكون الساعة 3.